التنفيذ قد يكون أحمد عبد الأمير أو قد يكون اللاعب الجواد كاظم على التنفيذ. جول أول لمسة جميلة وبالتالي التنفيذ صح، ومن ثم نشاهد أول اللمسات والجول. علي عدنان بالقدم اليسرى يسجل هدف جميل حلو لعلي عدنان، كأنما يسمع ليث العكابي على طريقة أحمد راضي يسجل. الودية التجريبية الاستعدادية، شوف الإعادة، وفي الإعادة إفادة، لقطة جميلة، سلاح ذو حدين الحالات الثابتة، لكن الجيد